ثلاثة أمل ثلاثة ثلاثة هنشوف برافو أمل أوكي تربيا برافو أمل بتاخذي نقطة برافو 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 يلا بلاش نحن نربطها هاي يلا شدي حيلك يا سقة أمل أربعة أربعة توقعت أمل شكرا 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 اشكرني يا احمد اشكرني وراحت النقطه من امل لعند احمد كنا واحد واحد والتعادل طيب ماشي والتعادل لنجيب بس الاوكي تفضلوا بس ليش انا بتحمس دغري وانت بتضلك ناطر ليه؟ ما انا ما لحقتش ولا ما انت بتدينيش طيب فرصه رح اعطيك فرصه رح اعطيك هيدي تكنيك هيدي تكنيك انتوا هيك هلا فهمت اللعبه يلا ريدي فور ذا ثيرد راوند يلا يلا اوكي احمد هنشوف راحت النقطة لأمل حاولت أقول زيك ما عرفتش ما تقلدنيش لأنه أنا بخسر دايما ده مصيبة ده طلعوا ستة كمان ستة مستقل بعضلاتي ليه كم وحدة جبت أنا قلت أقلد أمل أنا قلت أقلد أمل بالضبط مبروك عليك أمل النقطة وصار معك نقطتين وأحمد معه نقطة وحدة أوكي والله برافو ستة ونص خلينا نشوف إذا فينا نجيب أكثر يلا اللفة الرابعة يلا أمل خمسة أمل قالت خمسة هنشوف ثلاثة هنشوف لو في رابعة برافو برافو ما تمشي برافو ما تمشي برافو لسه 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 خمسة لسه 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 طيب كده انا اخذت النقطة احمد النقطة عندك يا احمد اثنين باثنين يلا حنشوف طيب يلا ما في حدا بده يتوقع شيء؟ انا مش عارف احمد لا ربح 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 خمسة غلط ربح عدت الخمس ثواني خلص الوقت عم بيقولوا بس انت خلص الوقت راح لأمل احمد ثلاث نقط لأمل نقطة يلا ثلاث نقط لأمل تمام لأنه هو تأخر كمان تأخر كمان مرة بليز بعد نقطة وبتكسب الجولة وبتكسبي لف بينا يا دنيا يلا جاهزين؟ جاهزين يلا ركزي أمل هدي دول قول قول عايزين توقعات أحمد قول سبعة قول سبعة قول الوقت يا أحمد وراحت النقطة عند أمل وكسبت معنا مبروك 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 الله يبارك فيك ميرسي برافو 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 رح